حسنا من حي ليلى النقشبندية طريقة صوفية بتنتسب للشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند، وهي موجودة في أسوان من أكتر من 150 سنة. مؤسسها الأول الشيخ إسماعيل بن تقديم، نزل من السعودية لمصر سنة 1250 هجرية بغرض زيارة الأزهر الشريف. كان جاي عن طريق السودان، وفي الرحلة استقر في قرية سلوى في أسوان، واختار 8 أشخاص من حفظة القرآن الكريم عشان يعلمهم أسرار الطريقة، النقش على القلب بالذكر ومحاربة النفس. انتشرت الطريقة وبقى ليها مريدين ودراويش ومدحين، منهم الشيخ محمد العاشق. لدى الروضة الغناء بها المسك فائح، أسيلات نجد هل ألم بك الحياة، فها أنا بالجرعاء بالسر بائح، بكيت دما بين العقيق محاجرا، رأيت القباب البيض والوجه لائح، أهيل النقى هل أنتم من مودعي، للهف براغ الشوق والوجه كالح. أنت بدأت المسألة دي من إمتى وليه؟ يعني إيه اللي جذبك لمنطقة المديح ورحت له إزاي؟ أنا بدأت أصلاً في الشارع بتاعي كان فضيلة الشيخ عبد الصادق رضي الله عنه، رضي الله عنه، ودا جدي رحمة الله عليه. فأنا نشأت مع الشيخ عبد الصادق، هو من مشايخ المشاهير النقشبندية، النقشبندية المشهورة هنا في المنطقة دي، المنطقة منطقة غالية فطيرة فطيرة. تمام. طبعاً أنا نشأت عندي أنا صغير، فطلعت بقلد الناس اللي هم بيعملوا الكبار، ف بتشوف حضرات. مع مرور الزمن لقيت نفسي أنا صوته حلو، فانتميت للطريقة النقشبندية والحمد لله يعني. وده لون مختلف عن الـ عن الـ عن المدائح الأخرى، يعني عن عن مثلا البرهامية، عن الرفاعية، عن الطرق الأخرى. لا، هو المديح هو في حد ذاته شامل كله، بس كل واحد له لون في طبقات في اللون نفسه يعني. طبعا الطريقة البرهامية لها شكل وحده كده، اللي هي تقريبا خماسي. خماسي اللي هو سوداني يعني، سوداني كده مظبوط. والطريقة النقشبندية لها اي شكل عامل ازاي؟ ليها ذكر بتبقى بحاجة طار وكده، طار والباز، حاجة اسمها عندنا البازة. البازة تختلف شوية يعني عن الآلات الموسيقية وكده. شبه شغل عبد النبي الرنان ولا ملوش علاقة؟ لا، ملوش علاقة. طريقة بتاعت عبد النبي الرنان دي طريقة وحديها خالص خالص. تمام. حاجة اسمها الليسي. قول لي طيب، فرقتك كم واحد ولا معكش فرقة؟ أنا معايا واحد بس. ده بيعزف إيه؟ هو بيعزف البازة. 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 والبازة دي اللي هي عبارة عن السلطانية الألمونيوم دي؟ هي عبارة كده حاجة نحاس يعني، بتيجي تشتري من مصر، زي الشبه ما قلت أقول كده يعني بالضبط. بالضبط. دندن عليه كده. هي موجودة بتتصنع كمان كآلة. كآلة. وبدندن عليه وبقى برضو يعني خبرة، مش يعني عايز واحد برضو فاهم. فاهم طبعا. فنان عنده سنس يعني. شقوني وقالوا نص مرحا بحبنا. وقالوا متغرباً متغرباً.
موت الفتى بالحب ترتيب معين لليلة؟ الليلة الإنسان بيخش الليلة وبكونش محضر حاجة أصلاً يعني، لكن تبع رب سبحانه وتعالى على ما يفوز عليه المدد. بيحصل تواجد ويحصل تناسق بين الذاكر والمداح، فبيحصل تواجد يعني، تواجد حلو يعني. بتسيب نفسك؟ بسيب نفسي يعني. الليالي بتعمل فيه الليالي يعني في الغالب؟ بعمل أنا يعني مش لفيت كثير الحمد لله، رحت أرمنت، رحت أسيوط، رحت إدفو، يعني بلاد كثيرة يعني، مثلا عندنا هنا برضو الحمد لله بيحبوني يعني، لي شعبيتي الحمد لله هنا. أكتر من أكتر الأماكن اللي فيها أولياء في أسوان تحديدا. نعم. ويقال يعني إدفو وكومومبو ودشنا في قنا يعني دول يعني اماكن معظم الاولياء يعني، ما فيش قريه ما فيهاش ضريح وما فيهاش ولي وما فيهاش المساله. بالذات يعني اولياء كثير جدا جدا. لياليهم كثيره كمان، ولياليهم كثيره، حفلات كثيره قوي يعني بصراحه، يعني ناس حلوين برضو. يا نائمي في الحب دعني فإن جعلت لمن أهواه بيخلي الناس تروح للطرق الصوفية أصلاً؟ يعني إيه اللي موجود في الطرق دي بيجذب الناس؟ الروحانيات والقصائد بتاعتهم حلوة، القصائد بتاعتهم حلوة يعني جميلة بصراحة. وبعدين المشايخ برضو بيعلموا الناس وبيفقهوهم في الدين وكده. أنت القصائد اللي بتمدحها قصائد لمين؟ أنا بمدح يعني ممكن أمدح للشريف إسماعيل رضي الله عنه، والقوس بن مدين، والسهر وردي، والحلاق كده يعني، القصائد كثيرة بمدحها الحمد لله. وكل طريقة ليها مشايخها وليها مدحينها؟ لا يعني الطريقة النقشبندية لو عاد يجيب مثلا أي شيخ بيجيب عادي، عايز يغير بيغير. أي برضو طريقة الضيفية، الطريقة الرفاعية، لو عايز يغير بيغير. طب قول إيه الموالد الكبيرة هنا اللي بتستقطب المدحين الكبار؟ مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيجمع جميع المدحين على مستوى الجمهورية. اللي عرفوا ان ده اكبر مولد للنبي أكبر عليه الصلاة والسلام. اكبر مولد نعم، في على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية في اسوان. اسوان بيجيب سوهاج واسيوط وكل كل البلاد يعني. حقيقة يعني ده هو مفرخ المدحين، لانه يعني بيطلع مدحين جداد، الناس بيشوفوا، الناس بتيجي كثير، بيقدم ناس كمان جديدة كثير، بيقدم اكيد حد حادي يا لابا، حد حادي يا